سنة 73 منذ 40 سنة تقريبا اتحررت سيناء من العدوان الصهيوني، وفي الأيام المجيدة بقيادة الجيش العظيم جيش مصر والقوات وقوات الشرطة العظيمة بتتحرر سيناء من إرهاب ومن عصابات الدمار اللي احتلت سيناء في الفترة الأخيرة. والحمد لله يعني كان بعد 30 سنة بالضبط 2013 ل73 بيحصل نفس السيناريو بس مختلف، من عدوان خارجي هو العدوان الصهيوني لعدوان أيضا خارجي يدعم من بعض القوى الداخلية. بنرحب بحضرتك في بوابة أخبار اليوم. أهلا بيك وأهلا بأخبار اليوم وجمهور أخبار اليوم. أنت النهاردة منورنا في احتفالية مهمة جدا، وهي احتفالية يوم في حب مصر. كلمنا عن مشاركتك في النهاردة في اليوم النهاردة. ربنا يجعل أيامنا كلها في حب مصر. أصل ما كناش نحب مصر هنحب مين يعني؟ معنا عشان نحب نفسنا ونحب إن احنا نبقى كويسين ونحب إن احنا نعيش في أمان وسلام ورخاء، ونحب إن شوارعنا وحوارينا وقرانا ومدن والمدن بتاعتنا والمصانع والمزارع وكله كله وبعد العال لازم نحب مصر. منورة النهاردة يا أستاذ طلعت معنا في بوابة أخبار اليوم. ربنا يخليك، أنت المنورة المكان كله. عايزين بقى النهاردة تكلمنا عن مشاركتك في اليوم الجميل النهاردة، يوم في حب مصر. بص، عايز أقولك على حاجة، أنا لما بنسمع أي حاجة في حب مصر بنيجي، مش نفاق ومش رياء ومش حركات فنانين، لا، مصر لها أفضل كتير علينا قوي. أنا بتكلم على فئة الفنانين كمان يعني. مصر ادتنا كتير قوي، وبما إن مصر في محنة وخلاص ابتدت تزول، فلازم احنا نكون متواجدين في اي دعوه في حب مصر، مش هنا بس، في اي مكان. يعني احنا معزومين في احتفالات اكتوبر، القوات المسلحه عزمانا، يعني لان ده دورنا احنا بقى خلاص. في ناس عملت اللي عليها، جا دور بدور الفن بقى، والفن ده قوه مؤثره جدا يعني لا يستهان بيها. عايزينك بقى تكلمنا النهارده عن تواجدك في الحدث المهم النهارده، يوم في حب مصر. يكفي اسمه يوم في حب مصر، احنا بقى عمرنا كله في حب مصر. مصر دي ام الدنيا، مصر حياتنا، مصر روحنا، مصر اللي تربينا في خيرها، مصر اللي عشنا فيها، مصر اللي فيها اجمل شعب، مصر اللي فيها خير واجناد الارض، مصر اللي فيها الخير كله. في ناس مضحوك عليهم بيلعبوا شوية بس مسيرهم يعقلوا، انما اللي بيحرضوا واللي أراقوا الدماء واللي استعانوا للمنظمات الإرهابية دول ربنا ينتقم منهم، مش عايزينهم في بلدنا. منورنا النهاردة في بوابة أخبار اليوم يا عم. ربنا خليك، مرسي ليكو جدا. عايزينك بقى تكلمنا النهاردة عن مشاركتك في يوم جميل زي النهاردة، يوم في حب مصر. والله يعني احنا ما نقدرش نعمل أي حاجة لمصر بصراحة، مهما عملنا بصراحة ومهما قلنا ومهما اشتغلنا ومهما عملنا لها اعمال دراميه او غنينا او حقيقه، يعني البلد دي يعني احنا ساعات بيبقى مش عارفين حجمها قد ايه، بس لما بتتعرض لخطر بنعرف احنا بنحبها قد ايه، وبنعرف احنا محتاجينها قد ايه، وبنعرف هي قد ايه بالنسبه للعالم. لان مصر في الوقت البسيط الكابوس اللي عدى ده، لما تهزت كده شويه المنطقه العربيه كلها تهزت. ساعات احنا كشباب ما بنبقاش واخدين بالنا من الحكايه دي. فانا رايي الشخصي ان المتواضع يعني ان احنا مهما عملنا لمصر كلنا، ففي النهايه احنا مش هنقدر نعمل حاجه. يعني في ناس عملت حاجات، في ناس حاربت، في ناس ضحت بدمها وضحت باولادها وبيوتها وباراضيها، في زي حرب 73 مثلا. الناس دي عملت كتير قوي،
وما فكرتش وما خدتش تمن وما خدتش اي مقابل، ولا كانوا لا اعضاء في احزاب فهيترقى في الحزب، ولا مستني ان هو الجماعه بتاعته تسقف له ولا حاجه. فالحقيقه يعني سالتيني سؤال صعب، بس هو يعني مهم، يعني ان احنا نقدر نعمل ايه وما نقدرش نعمل ايه. لا محتاجه مننا كتير لسه يعني. اهلا منورنا النهارده بوابه اخبار اليوم. اهلا بيكي واهلا بمؤسسه اخبار اليوم والقائمين على المؤسسه. مشاركتك النهارده مشاركه جميله جدا في يوم كلنا كنا بنستناه، يوم في حب مصر. احنا لا نستطيع ان نتاخر عن اي شيء في حب مصر، سواء كان ندوه او ملتقى او اي حاجه في حب مصر. نحن فداء لمصر ونحن جنود مجنده من اجل مصر وشعب مصر. كلمينا النهارده عن مشاركتك الجميله في يوم في حب مصر. حب مصر يعني اقول ايه، شهادتي مجروحه لان انا مصريه وامي مصريه وابويا مصري وتربيت في الارض الجميله دي، ولازم يكون في مناسبه لمصر، خصوصا احنا في ظروف محتاجين كلنا نبقى ايدينا في ايدين بعض، ودايما الواحد ان الحمد لله بيتفائل ويقول بكره باذن الله احسن من النهارده ومن امبارح، بجيشها وبشرطة الشرطة وبمسلميها ومسيحيها هتفضل دايما مصر هي أم الدنيا. منورانا النهاردة في بوابة أخبار اليوم شيماء منصور، أصغر حكم دولي في مصر وملك الجمال العرب 2010. ازيك يا شيماء، منورانا النهاردة في بوابة أخبار اليوم. ربنا يخليكي ميرسي. كلميني بقى عن تواجدك النهاردة، وانت شايفة ان احنا النهاردة بنحتفل بيوم مهم جدا هو يوم في حب مصر. والله هو انا كان ليا عظيم الشرف طبعا، انا بحب اشارك في الحاجات دي جدا، وكان مستر عبد الهادي رجل الاعمال كان هو بيبادر بان هو بيجمع رجال الاعمال والفنانين والرياضيين وكده، واحنا والله في الفتره دي مرحلتنا يعني في دي من وجهه نظري طبعا، لازم كلنا نحاول ان احنا نتجمع ونشوف ارائنا ونبني افكارنا ونبتدي ان احنا نتعاون يعني.